يا بنت اذا ما سويتي لي قهوة عليها الكلام ابطلقك. حاضر يا زوجي. يا زوجتي ممكن تسوي لي فطور؟ الله يلعن شكلك اللي ما تستحي على وجهك. عندك هنجر ستيشن وعندك سيارة، راح اجيب لك فطور. حاضر. وانا بعد شوي رايحة جدة مع صحباتي، برجع لك بعد شهرين. خليك في الدوام للبيت بس.